حيكون للأشخاص اللي يعتقدون أنه نظام الـ iOS 7 والآيفون محمي بشكل كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، عبد الله رافد وياكم، ورجعت لكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو حيكون للأشخاص اللي يعتقدون أنه نظام الـ iOS 7 والآيفون محمي بشكل كبير. اليوم راح أتحدث على ثغرة موجودة في نظام الـ iOS 7 من شأنها أن تمكنك من حذف حساب iCloud وحساب Apple من دون معرفة الباسورد. لهذا قبل بداية الفيديو أخي سبيلي قدامكم قدام الله لأي واحد استخدم هذه الطريقة في أمور مخالفة للشرع، لذلك خلينا نبدأ بالشرح ونشوف شلون راح نسويها. حبدي أول شيء بخاصية التتبع في ماي آيفون. في البداية عند دخولي أول شيء أروح لكم على المعلومات للتأكد أن الجهاز يعمل 7.0.4، طريقة تعمل على جميع إصدارات iOS 7. لذلك خليني أتحدث شلون راح نحذف الحساب. أول شيء كل اللي أحتاجه راح أدخل على iCloud. والآن find my iPhone. لو إني عطلها راح يطلب مني الباسورد. لو يجي إني عطلها راح يطلب مني الباسورد. كيف أطفيها هاي الخدمة؟ ببساطة أسحب الشريط من هو on أحطه على off وأظل ضاغط وأدوس delete my account. أشيل يدي cancel طفت. طفل find my iPhone. طيب. شلون اني احذف حساب الاي كلود من داخل الجهاز؟ طبعا كثير من الناس تنسى الحسابات او تنسى الباسورد مال الحسابات اللي موجوده باجهزتها. اول شيء تدخل هنا تمسح الباسورد. اول شيء هالعمليه تتطلب الوضعيه اوفلاين، لذلك اللي راح اسويه فقط اني اطفي الواي فاي. اوكي اطفي الواي فاي. الان بعد ما مسحت ندوس دون، ارجع افتح الانترنت ادوس دون. اوكي دون. اوكي ارجع ديليت ماي اكاونت، ديليت ديليت فروم ايفون، كانسل. ارجع ادخل فقط اكتب هنا iCloud i اكتب iCloud لحد ما الجهاز ينطيني التهجي مالتها وادوس اوكي. مبروك، انحذف حساب الاي كلود من الجهاز نفسه بدون ما اعرف الباسورد ولا اوصل يم الباسورد اصلا، وبدون اي شيء، بدون اي اداة، بدون اي شيء. دخليني ارجع اطبع على الاي كلود يطلب مني الايميل والباسورد. يعني فتشي جدا جدا مفيد للاشخاص اللي ناسين حساباتهم او رموز حساباتهم، الباسورد، كلمات سر حساباتهم، راح يقدرون يستفادون من هاي الطريقة. لذلك اتمنى تستفادون من هذا الفيديو. مرة اخرى ارجع واقول انا مالي علاقة باي شخص يستخدم هذه الطريقة بامور اخلاقية بامور تخالف الشريعة. اللي سويته شرح للناس بالطريقة الايجابية للعلم انه هاي الطريقة ممكن تستخدم في اي شخص عنده جوال ايفون وحاط حساب الاي كلاود، راح يقدر يستخدم هاي الطريقة ويحذف حساب الاي كلاود في ماي ايفون. لذلك انصح الكل اللي عنده جهاز الفايف اس والفايف، انصحه انه من خلال الضبط، يعني اذا كنت خايف على خصوصيتك اكثر من الجهاز، انه انت تفعل خاصية الاريز داتا على مود انه بس يدخل 10 مرات راح ينحذف كل الحسابات والبيانات الموجودة، او تحط باسورد لجهازك، ذلك افضل، لانه كل ما يكون اكو باسورد كل من ما يستطيع اللجوج الى الجهاز اصلا ما يستطيع يدخل القائمة اللي من خلالها حسابات الاي كلاود. لذلك مرة ثالثة واخيرة انا قدام الله وقدامكم ساعة طريقة بالشغلة الايجابية، انا بتبرم من اي شخص انه يقوم بهذه
لأفعال سيئة. لهنا انتهى كل شيء. تابعونا، تابعوا كل جديد، وإذا تقدرون تحملون التطبيق الرسمي في الوصف في الديسكريبشن. أخوكم عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.